بالنسبة لي هو احتفال أيضا بالكنيسة الأم زي عيد الأم في مصر 21 مارس، في أمريكا الأحد الثاني في شهر مايو. نحن أيضا نحتفل عيد دخول المسيح له المجد أرض مصر، اليوم القبطي العالمي الذي نحتفل فيه أيضا بكل التراث القبطي. سيدنا، هذه كانت رحلة لا شك أنها مجزية بالبركات السمائية الممنوحة للعالم القبطي من خلال الاحتفال باليوم القبطي العالمي. ما هو اليوم القبطي العالمي في تعريف نيافتكم؟ والحقيقة عايز أحكي قصة صغيرة لسه حصلت النهاردة قبل ما نتكلم على اليوم القبط العالمي. أنا قبل البرنامج دلوقتي كنت بزور أسر افتقاد، فكنت بزور أسرة الزوج فيها مصري والزوجة أمريكية بس انضمت للكنيسة القبطية، وعندهم ولد صغير كده، فالولد لابس تيشيرت وعليه صليب فبقول له I like your t-shirt. فالأم ردت قالت لي عشان النهاردة جلوبال كابتك داي، وإحنا النهاردة كمان بنحتفل بعيد دخول المسيح أرض مصر. قد إيه الإجابة بتاعتها وهي إنسانة أمريكية انضمت للكنيسة، عارفة إن النهاردة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وأيضا عارفة إن النهاردة الجلوبال كابتك داي. صدقني يعني في الزيارة دي فرحت جدا جدا بان الطفل ووالدته اللي هم يعني اللي هي الامريكيه شعر باهميه اليوم الابط العالمي، and she is celebrating it in her own way. مخليه الولد يلبس تي شيرت له رمز معين عليه صلبان كده، وبتقول عشان النهارده الجلوبال كاب داي. الحقيقه فكره الجلوبال كاب داي ابتدت من احد الخدام المخلصين المحبين للكنيسة القبطية، وهو الأخ نادر أنيس من فلوريدا. فكان بيقول زي ما حضرتك قلت في المقدمة إن في يوم للأم، في يوم للأب، في يوم بنتذكر فيه زي الليبر داي، الناس اللي بيشتغلوا بيتعبوا بيعملوا، الميموريال داي اتسترا يعني. فقال الكنيسة القبطية ليها دور كبير ورائدة كبيرة في العالم وفي انتشار المسيحية والإيمان السليم في العالم كله. يعني الكريد، القانون الإيمان اللي كل العالم بيردده، كتبه إنسان قبطي هو القديس العظيم أثناسيوس الرسول. فالأخ نادر قال ليه احنا ما يعني نبتديش يبقى فيهم كده العالم كله يتكلم على الكنيسة القبطية وعلى تأثير الكنيسة القبطية في العالم كله. الحقيقة احنا مش بنتكلم عن الكنيسة القبطية جس يعني، طبعا احنا بنحمل كل الاعتزاز والفخر بكنيستنا وأمنا، إنما الفكرة عمل الروح القدس في كنيستنا، ونقول للعالم كله أدي الروح القدس اشتغل من خلال الأقباط، وده التأثير بتاعه في العالم كله. وزي ما الروح القدس عمل عندنا أيضا بيعمل في كنائس أخرى على مستوى العالم. يعني الروح القدس غير محدود في عمله، الروح يهب حيث يشاء زي ما السيد المسيح للمجد قال. ومن هنا ابتدينا نناقش طيب ايه احسن تاريخ نختاره لي. فمن هنا جت الفكرة ان مش هنلاقي تاريخ اجمل من 1 يونيو، لان ده اليوم اللي ارض مصر كلها تباركت بزيارة العائلة المقدسة. يعني الناس بتزور القدس عشان يقول لك المكان ده علم فيه السيد المسيح، المكان ده اتولد فيه السيد المسيح. احنا برضو نعتبر قدس تانية، السيد المسيح جه وباركنا. فابتدينا نقول طيب يبقى هو اليوم القبط العالمي ده أحسن يوم نختاره فيه،
هاي هيكون يوم 1 يونيو، وعرضنا الفكرة على قداسة البابا، قداسة البابا توادرس الثاني، وسيدنا البابا بارك الفكرة وشجعها وأيدها وتكلم عنها، وقدرنا يعني بنعمة ربنا ومحبته ان احنا برضو نجيب ديكلاريشن من الرئيس ترامب وقتها لعامين متتاليين. هي اكنولوجز الجلوبال كابتك داي. والحقيقة من سنتين يعني almost ناس كتيرة في امريكا وفي مصر اتكلموا يعني في الصحف في الاذاعات وفي المجلات على اليوم القبطي العالمي. ومن هنا يعني لو بجاوب سؤال حضرتك ما هو اليوم القبطي العالمي، هو ده اليوم اللي عايزين العالم كله يرى عمل الروح القدس في الكنيسة القبطية، وازاي الكنيسة القبطية لأنها خضعت تماما لعمل الروح القدس بقت منارة تلهم العالم كله وتنير للعالم كله الطريق السليم للملكوت وللأبدية. لفت نظري يا سيدنا الإيقونة في خلف نيافتك العذراء القديسة مريم تلبس رداء داخلي لونه أحمر، قديس يوسف رداء خارجي أحمر، والملاك لابس شيء أحمر، وأنتم اخترتم اللون الأحمر ليكون رمز، اللون الرمزي لهذا اليوم. فأنا بالمناسبة لبست كرافتة حمراء لهذا السبب، ولاحظت أنكم طلبتم من الكنائس ومن الأفراد أن يسجلوا نفسهم بفيديو أو بصورة ويبعتوها لي globalcopticday.org أو على فيسبوك Global Coptic Day الصفحة على فيسبوك، ويكونوا لابسين أحمر. لأن اللون، لماذا اخترتم اللون الأحمر؟ يعني هل هو حاجة زي عيد النوروز مثلا بناكل بلح أحمر؟ احنا اختيارنا للون الأحمر لأني زي ما حضرتك بتقول بيرمز أولا وأخيرا لدم السيد المسيح للمجد، وأيضا دم الشهداء. الكنيسة القبطية بيسموها أم الشهداء، يعني من أكثر الكنائس اللي قدمت وما زالت تقدم لليوم لغاية النهاردة شهداء من أجل الإيمان. يعني مثلا قصة شهداء ليبيا، يعني القوة والشجاعة والبسالة اللي كانت عندهم. يعني السنكسار ده مش مجرد تاريخ بنقراه من حاجات حصلت من 1500 سنة وال 1600 سنة النهاردة مش موجودة، لا، لغاية القرن العشرين والواحد وعشرين. ولسه من كام أسبوع الشهيد نبيل اللي هم قتلوه في سيناء، والشجاعة بتاعته هو وقف واحتمل من أجل المسيح إن هو يستشهد ويسفك دمه ولا ينكر إيمانه. فمن هنا اللون الأحمر بيعبر على شهادة الكنيسة القبطية للمسيح. زي ما حضرتك عارف إن إحنا ممكن نشهد لإيماننا ولمسيحيتنا بحاجات كتيرة، ممكن نشهد بالكلمة، ممكن نشهد بالقدوة، ممكن نشهد بالصلاة، ممكن نشهد بأعمال المحبة وخدمة الآخرين، ممكن نشهد بشركتنا مع بعض، ممكن نشهد باحتمال الألام والاضطهاد. لكن أقوى أنواع الشهادة للمسيح هو سفك الدم. كلمة مارتر شهيد يشهد. فإن كنا في هذا اليوم بنحتفل بشهادة الكنيسة القبطية للعالم كله بتشهد بالمسيح نور العالم، فمن هنا وجدنا ان انسب لون للون ده هو اللون لليوم ده هو اللون الاحمر.
اللي الأولا بيعبر على دم المسيح اللي سفكه من أجلنا، وإحنا بالتالي نبقى فرحانين نسفك دمنا من أجل المسيح الذي أحبنا، زي ما معلمنا بولس الرسول قال نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. القصتين اللي نيافتك قلتهم، الأولى عن الأسرة اللي كنت نيافتك بتزورها النهاردة، وإزاي وصلت رسالة اليوم القبطي العالمي وأعلنت نفسها في كلامهم وفي تربيتهم لابنهم وفي الجو العائلي اللي اليوم القبطي العالمي بيبصوا في أرواحهم. ثم أيضا حكت لنا أن الرئيس دونالد ترامب في 2019 و2020 أصدر ديكلاريشن، إعلان من رئاسة الجمهورية الأمريكية باعتبار اليوم القبطي العالمي يوم للاحتفال داخل أمريكا، ويهنئ الأقباط في العالم كله بهذا بتراثهم العظيم اللي، وأشرق أيضا The First Lady ميلانيا ترامب في التحية. القصتين دول وألف قصة in between في النص بين هذا وذاك، مثل فيديوهات موجودة على يوتيوب عن إذاعات مذيعين في ناشونال تي في ستيشنز في كندا، في أستراليا، في أوروبا، في أنحاء العالم بتهنئ الأقباط باليوم القبطي العالمي وبتتكلم عن الكنيسة. إذن زي ما بيقول الكتاب، إلى كل الأرض بلغت أصواتهم، وإلى مسكونة بلغت أقصى المسكونة بلغت أصواتهم. فدي نوع من الكرازة بين عن إلى أناس ومحطات تلفزيون لم تكن تسمع عن الأقباط، أو إن سمعت تسمع القليل جداً، وأنه ليس هناك الكثير للاحتفال به. كون أن إحنا بنحتفل باليوم القبطي العالمي، يبقى إحنا بنقول لنفسنا أولا وبنقول للعالم ثانيا أنا عندنا حاجة نحتفل بها. وزي ما نيافتك ذكرت وشرحت، أعظم احتفال هو الاحتفال بشهدائنا، الاحتفال بتراثنا، الاحتفال بأمور أخرى هنتكلم عنها النهاردة بإذن الله. فإذا يعني في أول 5 دقائق واضح إن هدفين، القصتين اللي نيافتك حكيتهم عبروا عن أحد أهداف اليوم القبطي العالمي التي تحققت فعلا. ما هي الأهداف الأخرى من اليوم القبطي العالمي غير الكرازة و تعريف العالم بالخبرة المسيحية أو خبرة الأقباط مع المسيح لمدة 2000 سنة وعمل الروح القدس لتوصلهم إلى هذا الوضع؟ أنا بس بالمناسبة عايز أقول إن الطفل اللي اتكلمت عليه برضه كان لابس التيشيرت اللي أنا بقوله ده، I like your t-shirt، كان لونه أحمر بالمناسبة برضه، فهم يعني كانوا محافظين على التقليد اللي احنا طلبناه من الناس. شوف حضرتك، غير الشهادة للسيد المسيح، وان كان دي يعني حاجة كبيرة جدا، لان زي ما السيد المسيح قال لنا اكرزوا بالإنجيل للعالم أجمع، وقبل صعوده قال تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. لكن في أيضا كذا هدف من اليوم القبطي العالمي. أول هدف أن الشعور بالانتماء الذي ليس له أصل والذي ليس له جذر، زي الشجرة تكبر وتنمو يبقى عندها فروع وهي ملهاش أصل أو جذر قوي. من هنا لما نعرف أن جدودنا عملوا
والشعب القبطي ما زال لغاية النهاردة الروح القدس بيحرك ويعمل فيه، دي حاجة بتخلي الإنسان معتز بمسيحيته، معتز بأرثوذكسيته، وده احتياج نفسي، الشعور بالانتماء. يعني كلنا عندنا هذا الاحتياج النفسي، أبقى أنا منتمي إلى وطن، منتمي إلى كنيسة، منتمي إلى شعب. فالشعور بالانتماء ده مهم جدا. ويمكن هنا ابتدت يعملوا الأبحاث بتاعة الدي ان ايه دي لتأصيل الشعور بالانتماء، لما أعرف الجذور بتاعتي إيه ومين قرايبي ومين الناس اللي هم بيشاركوني في نفس هذه الجذور، فده لتأصيل الشعور بالانتماء. الحاجة الثانية أني أحيانا لما كانوا مثلا يجوا يسألونا أنتوا منين، مثلا حد يقابلنا في المطار ويشوفني لابس كده وأنتوا منين، فمثلا لهم قبطك، فهم مش عارفين يعني كلمة قبطك. فكان أحيانا بس أن إيه تبقى الردود، يعني إحنا هو أرثوذكس مثلا، تروح تقول له Do you know the Greek Orthodox؟ يعني similar but يعني we are two families Orthodox Eastern Oriental. وكان أحيانا ولادنا يتكسوا من الحكاية دي، إن هم يعني كنيستهم مش معروفة على مستوى العالم. يعني مثلا لما يجي حد يقول I'm evangelical معروف، Roman Catholic معروف، Greek Orthodox لحد كبير أو معروف. فدي كانت برضو أحيانا بيبقوا الولاد مكسوفين إيه قبطك دي. لكن برضو لما يكون ده يوم عالمي والعالم كله يعرف الكنيسة القبطية، فدي بتخلي ولادنا عندهم مش بيقولها كده هو مكسوف عن قبطك أرثوذكس، ويعني هو محتاج إن هو يفسر يعني إيه كلمة قبطك، لكن لا، ده هو بيقولها بكل فخر وبكل اعتزاز. العالم بيتكلم عن الكنيسة القبطية. والحقيقة تاني إن اللي عمل الشهرة للكنيسة القبطية شهداء زي شهداء ليبيا. ده يعني الحقيقة. يعني أنا مرة كنت في المطار فجاني واحد وشافني كده وقال لي You are Coptic Orthodox؟ فقلت له Yes. وبعدين ابتدى يكلمني على الشهداء وازاي ان هو يعني واستشت بشهداء ليبيا دولت والشجاعه بتاعتهم. رحت اليابان وهناك قابلت شاب فبيقول لي انا قبطك، فانا استغربت قلت له تسمعت ازاي عن الكنيسه القبطيه؟ فراح قال لي من شهداء ليبيا، قال لي انا شفت هم فقلت انا هبقى زيهم. ودي تفكرني بالقصص بتاعت مثلا أبانوب لما كان يستشهد يقول لك 8000 واحد قالوا نحن نؤمن بإله أبانوب واستشهدوا. يعني من أهداف الجلوبال كابتك دي برضو بالإضافة للشهادة للمسيح الشعور بالانتماء، وأيضا أني لما يجي حد يسألني ما بقاش مكسوف أو حاسس أن أنا جاي من كنيسة مغمورة مش معروفة، لا، ده كنيستنا ليها بصمة على العالم كله. ده احنا كنيستنا اللي طلعت أثناسيوس وطلعت كيريلوس، طلعت كل يعني أباء الرهبانة أنطونيوس وبخوميوس ومكاريوس. كان من الترانيم اللي احنا حفظناها واحنا أولاد صغيرين كانت تعجبني قوي، لما يقولوا إيه لينا جدود أبطال شجعان هم أسود وإحنا الأجبال. فعلا بتنمي الشعور بالأصالة والفخر بكنيستنا وبجدودنا وبأبائنا اللي هم بذلوا حياتهم عشان يسلموا لنا الإيمان ده سليم. بمناسبة اليابان يا سيدنا، النهاردة شفت على فيسبوك تهنئة بالجلوبال كوبتك داي من اليابان، من شخص ياباني قابلته هنا في كان جاي يحضر مؤتمر للقبطيات اسمه سو ميجي ياوا، وهو عنده
حوالي 30 سنة، درس اللغة القبطية. هو ياباني ياباني شكلا وموضوعا وجذورا وكل حاجة. درس اللغة القبطية في جامعات اليابان، وبعدين لقى انها مش كفاية فراح جامعة جوتينجن في ألمانيا، عمل دكتوراه هناك في مخطوطات القديس شنودة رئيس المتوحدين، ترجمها من اللغة القبطية الأصلية إلى ألماني وفرنساوي وإنجليزي، ما كانتش ترجمت قبل كده، لأنه يجيد 7 لغات وعنده 31 سنة وموجود على فيسبوك اللي يحب يروح يشوف الكلام ده، وعامل صورته في الكنيسة وانضم للكنيسة القبطية أخيرا يعني، وفرحان جدا بالجلوبال كوبتيك داي. و فده نموذج ان هذا الشخص تفرق معاه. عملنا كوبتيك جلوبال كوبتيك داي اور نوت، تفرق في الانتماء، تفرق في التكرازة، تفرق في انه يعني الانتماء بنواحي النفسية والاجتماعية والروحية ايضا، لان احنا بنصلي في القداس نقول جعلنا له شعبا مجتمعا، ما خلق ما المسيح لم يفتدينا لنكون افراد، وبنقول كأس البركة التي نباركها ليست هي شركة دم المسيح، لاننا جميعا جسد واحد، لاننا نشترك في الخبز الواحد. فالشعور بالانتماء والتعبير عن هذا الشعور بالانتماء، يعني الجلوبال كوبتيك داي بيعبر عن واقع موجود بس محتاج إلى عوامل مساعدة، فهو ده عامل مساعد زي الأكسجين، يعني الأكسجين لا يشتعل إنما يساعد على الاشتعال. فلنفترض يعني أن التشبيه ده له معنى، ولو يعني بالتقريب، فالجلوبال كوبتيك دي بيساعد على اشتعال روح المحبة والانتماء وشعبا مجتمعا وجسد واحد وروح واحد، ويعني مجهود واحد نحو هدف واحد، وده كله كريستالايزد زي ما بيقولوا، يعني كريستالايزد في اليوم ده، يوم مبارك مثل ما بنحتفل بعيد الأم، ده عيد أمنا الكنيسة، عيد العالم القبطي اللي بيجمعنا. ف ده يعني ثمرة من ثمار جلوبال كوبتيك داي من اليابان. حاجة مفرحة جدا جدا جدا. قصة حضرتك فكرتني بحاجة كده، كنت بزور أسبانيا من كام سنة، ففي راهب أسباني، هو راهب كاثوليكي، اداني هدية، كتاب هو ترجمه للأسبانية، أقوال القديس بخوميوس أب الشركة. فأنا قلت له بس أنا ما بتكلمش أسباني، ممكن تقول لي اسم كتاب بالإنجليزي اللي أنت ترجمت منه؟ فقال لي لا ده مش موجود بالإنجليزي. فقلت له ما أنت ترجمته منين؟ قال لي أنا ترجمته من القبطي. يس يس، يعني هو انت بتتكلم قبطي؟ قال لي انا قعدت ادرس 7 سنين اللغه القبطيه لغايه اي ماسترد اللغه القبطيه، اقدر اتكلمها، اقدر اقراها، اقدر اترجم منها، لان في تراث كبير جدا جدا مكتوب باللغه القبطيه ولم يترجم الى اي لغه اخرى. فقال انا ابتديت اترجم، ابتديت باقوال القديس بخوميوس، وابتديت بترجمه من القبطي للأسباني مباشرة. الحقيقة يعني شعرت الأول بالفخر بكنيستنا إن الناس بتتعلم اللغة القبطية عشان تترجم التراث القبطي اللي هو ما ترجمش. في نفس الوقت برضو يعني شعرت شوية يعني إن إحنا ما عندناش نفس الغيرة دي، يعني ان واحد يقعد يدرس ويخصص 7 سنين من عمره انه يدرس عشان يجيب المخطوطات دي اللي هي موجوده وفيها فيها يعني ثراء كبير جدا جدا، فيها درر ثمينه
وترجمها سواء للغة العربية أو الإنجليزية عشان إحنا نستفيد بيها يعني. كنيستنا غنية، كنيستنا جميلة، لأن إحنا واخدين بركة، المسيح باركنا، مبارك شعب مصر، قعد عندنا 3.5 سنين، فدي بركة لم تأخذها أي بلد أخرى في العالم. وبركة وجود المسيح في أرض مصر إحنا شعرين بها لغاية النهاردة وفخورين بيها، وعشان كده تلاقي فيه تميز. سوري يعني أنا مش بتكلم in arrogance or in a prideful way، بس ده المجد للسيد المسيح وللعائلة المقدسة وللثالوث القدوس اللي هو اختار أن يختار أرض مصر عشان يباركها، يبارك كنيستنا القبطية. كنيسة القبطية فيها تميز واضح بسبب بركة زيارة السيد المسيح لأرضنا مصر. النهاردة وأنا عايش في، أنا أخدت اليوم النهاردة أجازة من شغلي عشان أجهز الحلقة دي وأتمتع بالمفهوم وما كتب على فيسبوك وأساهم في نشر أو الدعاية لهذا اليوم. فربنا بعت لي الفكرة الآتية، قول لي صح ولا في التعبير ولا لا. احنا بنحتفل اليوم بعيد دخول المسيح أرض مصر. هو دخل ولم يخرج إلى الآن. ما رأينا يا سيدكم؟ طبعا هو بركته، بركة السيد المسيح موجودة، و يعني زي ما بقول مصر بقت قدس تانية فعلا. يعني زي ما الناس بتروح تأخذ بركة الأماكن المقدسة هكذا، يعني زيارة السيد المسيح لأرض مصر بركة أرض مصر. وأنا برضو هنا يعني أحب أشكر يعني الدولة المصرية لاهتمامها بمسار العائلة المقدسة، وأجزاء منها كتيرة بقت أماكن سياحية بحيث بيقولها السواح من الخارج ويتباركوا من هذه الأماكن. وابتدى يعني في مصر بيبقى احتفال يعني دخول السيد المسيح أرض مصر احتفال جميل، بتشارك فيه الدولة بأجهزتها طبعا، وعلى رأس الاحتفال قداسة البابا. فيعني ده حدث فريد جدا جدا، ولابد أن العالم كله يعني يحتفل بهذا الحدث، دخول السيد المسيح أرض مصر وأيضا اليوم القبط العالمي. احنا عملنا حلقة من 2 باللغة الإنجليزية مع الأستاذ نادر أنيس اللي نيافتك ذكرته أنه صاحب الفكرة. وفي هذا الفيديو الحلقة اللي كانت نمرة 53 في سلسلة حلقات Coptic Civilization باللغة الإنجليزية، المشاهد العزيز لو يحب يروح يوتيوب ويبحث Coptic Civilization 53، عرضنا جواه 7-8 فيديوهات لنيافتكم ونيافة الأنبا سرابيون ونيافة الأنبا بيزل و نيافة الأنبا إبراهام والأنبا نيافة الأنبا كيريلوس الأسقف العموميين في لوس أنجلوس، ونيافة الأنبا بيزل مساعد نيافتكم في الإبرشية كأسقف عام. في أحد هذه الفيديوهات المشاهد ممكن يروح يستمع إلى الفيديو باللغة الإنجليزية عشان يشارك فيه أولاده أو أقاربه أو الناس اللي ما بيعرفوش لغة عربية. إنما في هذا الفيديو بودي أن نيافتكم تعيد المعاني باللغة العربية لنيافتك قلتها وقتها، إن وزي ما قلت نيافتك الآن قلت إن ده العالم كله يجب أن يحتفل بدخول المسيح أرض مصر، ليس فقط القباط يحتفلون وإنما أيضاً العالم كله. فشرحت إن مصر تمثل العالم في قبول واحتضان
الرب يسوع والعائلة المقدسة، كل شغف إن نيافتكم لو تتكرر تقول لنا هذا المعنى زي ما قلته في الفيديو بس دلوقتي بقى باللغة العربية، ولمتعتنا إن فعلا المسيح للعالم. عارف حضرتك عيد الميلاد بنحتفل بيه 29 كيهك، وبعدين بيجي بعديه، يعني أول حد لو يعني يوم 29 كيهك ده مش يوم سبت، لو يوم سبت هيبقى 30 كيهك هيبقى يوم حد، وده بتقرأ فيه قراءات تاني أيام عيد الميلاد. لكن أول حد بيجي بعديه حد طوبة، الحد الأول في طوبة. الحد الأول في طوبة تلاقي بيتكلم على الهروب إلى أرض مصر، بالرغم الفرق الزمني مش كده، مش بعد ميلاد السيد المسيح على طول. وبعدين لما تقرأ حضرتك تدرس كل القراءات البولس والكاثوليكون والإبراكسيس يتكلم على قبول الأمم، قبول الأمم في الأحد الأول من طوبة. فالكنيسة بعد ميلاد، بعد ما الكنيسة بتحتفل بميلاد السيد المسيح للمجد مباشرة، عايزة تقول السيد المسيح لم يأتي فقط إلى اليهود بل جاء إلى العالم كله، هو مخلص للعالم كله. فمش جاء عشان إسرائيل بس، جاء عشان العالم كله. ومن هنا الكنيسة المساقة بالروح القدس حطت في الحد الأول من طوبة اللي بيجي دايماً بعد عيد الميلاد بكم يوم القراءات اللي بتتكلم على قبول الأمم. ومن هنا معنى دخول السيد المسيح أرض مصر ده مش بس له معنى محلي، إن مصر باركت كدولة محلية بدخول السيد المسيح، ولكن له معنى عالمي، لأن مصر ترمز إلى الأمم، مصر ترمز إلى الأمم. فزيارة السيد المسيح لأرض مصر ويقعد هناك 3.5 سنين، ده إن المسيح جاي إلى كل الأمم. وبعدين لو نزود إن مصر في التاريخ الإسرائيلي كانت بتضطهد اليهود، والسيد المسيح أخرج إسرائيل من أرض مصر بيد عزيزة وزراعا رفيعة. وبعدين السيد المسيح زي ما بولس الرسول بيشرح في أفسس صالح الشعب مع شعوب الأمة مع الأمم، وحدهم هما الاثنين في جسده ومع الصليب. ومن هنا تجد المصالحة دي في زيارة السيد المسيح لأرض مصر. أي نعم هو خرج إسرائيل من أرض مصر، ولكن هو بنفسه رجع إلى أرض مصر ليباركها وليصالح الشعب مع الشعوب. احنا اللي بشرنا ماري مرقس، اي نعم هو اتولد في ليبيا ولكن هو من اصل يهودي اسرائيلي. وهكذا يعني الاحتفال بهذا اليوم والاحتفال بدخول المسيح ارض مصر، مش كده سميناه يوم عالمي، لان دخول المسيح ارض مصر له معنى ان كل الامم تباركت وقبلت في الإيمان المسيحي، وحصل مصالحة بين الشعب والشعوب في المسيح الذي أيضا صالحنا مع الآب فيه. يعني العيد ده مش بس عيد قومي وليس عيد محلي، ولكنه عيد عالمي، عشان كده مفروض كل العالم يحتفل، كل الأمميين الذين في العالم اللي هم صاروا مسيحيين النهاردة يحتفلوا بدخول السيد المسيح أرض مصر. لما لهذا العيد من معاني قبول الأمم في الإيمان بعد أن كانوا مرفوضين في العهد القديم. زي ما نيافتك تعرف أن معظم الكنائس الرسولية تحتفل بدخول المسيح أرض مصر، بس في تعبيرهم بيقولوا The flight to Egypt، هروب المسيح إلى مصر. إحنا بنقولها دخول المسيح أرض مصر، لأنه هو جاء ليبارك، وذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر.
فالكنيسة الكاثوليكية عندها عيد ثابت لدخول المسيح مصر، الكنيسة اليونانية أيضا والروسية، وأتوقع أن معظم كنائس العالم عندها يوم ثابت، بس اليوم القبطي العالمي أعتقد هيدينا على المستوى الفردي، إن أنا زي الناس اللي قابلوا نيافتك واتكلموا معاك في المطارات وكده، ودلوقتي على فيسبوك نقدر كلنا كل واحد فينا فرصة للكرازة أما يعمل هاشتاج Global Coptic Day One Word، يفتح عليه أمور كثيرة، يكتب حاجة على صفحته وعلى فيسبوك ويكتب هاشتاج Global Coptic Day، يوم أي واحد في العالم يكتب Global Coptic Day يجد كل هذه الكنوز في مكان واحد على الإنترنت. الحقيقة زي ما تقول نيافتك إن 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 مصر كانت بتمثل العالم أيضا، لأن حتى فيزيكالي مش مجرد تمثيل، هي طبعا من جهة التمثيل بتمثل شعوب العالم اللي هي مئات الشعوب، إنما فيزيكالي كان على الأقل في 7-8 جنسيات في مصر في وقت المسيح له المجد، كان في الرومان واليونان واليهود والأراميين والنوبيين، يعني كان في جنسيات مختلفة ثابتة وجيل بعد جيل، مش يعني مش زوار، يعني اليونان قعدوا في مصر 1000 سنة، الأراميين قعدوا مئات السنين، اليهود قعدوا مئات السنين. فالمسيح جه مصر علشان يتعامل مع وهذه الشعوب فعلا تتلامس معه، والسنكسار بيحتفل بأول شهيد مصري اللي هو ودمون، أيوة ودمون، اللي هو آمن بالمسيح أثناء زيارة الرب لمصر وهو طفل، والكنيسة حط له يوم في السنكسار، وهذا سبق استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء. فكان كل شيء يبدأ في مصر، في بشخصية قبطية أو موقع قبطي، فربنا تمجد. احنا طبعا اتكلمنا عن كيف بدأت فكرة اليوم القبطي العالمي وانتقلت إلى الواقع في 2019، وبقت احتفال عالمي من رئيس الولايات المتحدة إلى تلفزيونات في أماكن كثير في العالم، حتى إن المجمع المقدس في انعقد في مارس الأخير، يعني مارس 2011، عمل قرار نيافتك طبعا اشتركت فيه، أو ربما كان من اشتركت في صياغته أو في اقتراحه in the first place. فممكن نيافتكم تكلمنا عن قرار المجمع المقدس الخاص ب مثل هذه الاحتفالات العالمية وضمن اليوم القبطي العالمي. فعلا في شهر مارس كان في اجتماع للمجمع المقدس. قبل اجتماع المجمع المقدس بيبقى فيه توصيات من اللجان المتنوعة، ففي لجنة شؤون المهجر، اللجنة دي من ضمن يعني أهدافها ربط الشباب والشعب القبطي اللي موجود في خارج مصر، ربطهم بالكنيسة الأم، زي ما اتكلمنا تقوية شعور الانتماء والفخر والاعتزاز ورؤية عمل الروح القدس. ومن هنا عملت توصية لجنة شؤون المهجر بخصوص الاحتفال بثلاث مناسبات في كل العالم، ولكن بالأخص في كنائس المهجر، لكن كل العالم يشترك بيهم. والتوصية دي أنا رفعت الكتاب للمجمع المقدس في جلسته المنعقدة، والمجمع وافق على هذه التوصية ونشرت في صفحة الكنيسة القبطية على الإنترنت. بيزيكلي الكنيسة القبطية في ثلاث
حاجات مهمين جدا 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 بالنسبة لي. زي ما كنا بنتكلم من شوية، الاستشهاد. الكنيسة يعني مثلا قلنا ان مثلا الكنيسة في كنائس اخرى قدمت شهداء، لكن لغاية النهاردة الكنيسة القبطية ما زالت بتقدم شهداء. يعني الاستشهاد لم يتوقف في الكنيسة القبطية لغاية النهاردة. ومن هنا أكدنا على الاحتفال بعيد الشهداء المعاصرين اللي احنا اخترنا له يوم 15 فبراير اللي هو يوم استشهاد شهداء ليبيا. وأيضا اليوم ده بيجي مع عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، سوري دخول السيد المسيح الهيكل. وإن كان دخول السيد المسيح الهيكل له معنى أنه بيقدم نفسه ذبيحة، فإحنا الشهداء جم عشان يقدموا نفسهم ذبيحة لله، ذبيحة حب، زي ما هو أيضا قدم نفسه ذبيحة. العيد الثاني اللي هو دخول السيد المسيح أرض مصر، لما لهذا العيد من زي ما نشرحت مكانة عالمية، وأيضا أنه اليوم القبط العالمي. والمناسبة الثالثة اللي أنا شاعر لغاية النهاردة محتاجين نعطيها اهتمام كبير، لأن ده حدث فريد لم يحدث في أي بلد أو أي كنيسة في العالم تاني، اللي هو نقل جبر المقطم 27 نوفمبر. فدي ثلاث مناسبات تتميز بها الكنيسة القبطية. من هنا أحب أقرأ نص التوصية اللي صدرت من المجمع المقدس، وموجودة على صفحة الكنيسة القبطية، اللي حب يعني يخش تحت المجمع المقدس وقرارات المجمع ممكن يقرأها. دي توصية، قال الاهتمام بعمل كرنفال في المناسبات القبطية للاحتفال على المستوى الكنسي والشعبي، للتقارب بين الثقافات المختلفة، ولتقديم ثقافتنا القبطية إلى جوار إيماننا الأرثوذكسي، واقتراح ثلاث مناسبات ثابتة للاحتفال الكنسي والشعبي بالمحضر. المناسبة الأولى عيد دخول السيد المسيح أرض مصر يوم 1 يونيو. المناسبة الثانية عيد الشهداء المعاصرين شهداء ليبيا يوم 15 فبراير. المناسبة الثالثة نقل جبل المقطم 27 نوفمبر. وهنا الحقيقة يعني أحيي كل الكنائس والإبارشيات التي اهتمت بأنها تحتفل بهذه المناسبات الثلاثة، وعلى الأخص السنة دي إخواتنا الأحباء في كندا عملوا حاجة لذيذة جدا، إن هم extended الجلوبال كابتك داي من يوم واحد لأسبوع، وسموه الكابتك هيريتج ويك، أسبوع التراث القبطي. وده تنفيذ أو تطبيق لتوصية المجمع المقدس أن يقام كرنفال في هذه المناسبة. فهم قالوا لا، ده احنا هنعمل أسبوع كامل نعرض التراث القبطي كله ونشاركه للعالم كله، وينتهي الأسبوع ده باليوم القبط العالمي اللي هو عيد دخول السيد المسيح أرض مصر. وعلى ما أعتقد يعني في فيديو من كانيديانز هنوا الكنيسة القبطية بأسبوع التراث العالمي، أنا شفت الفيديو ده، وهنوا أيضا العالم القبطي كله بل العالم المسيحي باليوم القبطي العالمي. فعلا أنا برضو استمعت لهذا الفيديو من الإذاعة الرسمية الكندية، كلام جميل جدا، والمشاهد يقدر يعمل جوجل لغاية ما يكتشف يجيله هذه الفيديوهات، وكلها منشورة بالمناسبة على صفحة Global Coptic Day على فيسبوك، ولهم صفحة تانية globalcopticday.org. لو ما عندكش فيسبوك أكاونت ممكن تروح الانترنت globalcopticday.org، هتلاقي معظم الفيديوهات
والإذاعات العالمية اتكلمت عن جلوبال كوبتيك داي وحققت هذا الفرض. لو تتكرم يا سيدنا تسمح لي أن أنا أقول الآتي: نيافتك شكرت وحييت الكنائس التي تحتفل بهذه المناسبات وتحط لها جو كرازي. فمثلا احنا قدمنا على برنامج الحضارة القبطية الحلقة نمرة 6 والحلقة نمرة 16. احنا النهاردة نشكر ربنا الحلقة 85. سيدنا تقدر ايوه كده ترجع. فالحلقة 6 كان فيها حديث مع ابونا تيموثاوس سليمان كاهن كنيسة يوحنا المعمدان في ميامي فلوريدا، حيث وقتها احنا الحديث ده عملناه سنة 2013، كانوا بيعملوا وربما لازالوا معرض كتب سنوي open house. open house يعني بيفتحوا أبواب الكنيسة للجيران النيبرهود أو أي كل واحد ابتي ممكن يعزم واحد جاره يعزم قرايبه يعمل زملائه في العمل يجوا يزوروا كيس القبطية. بتبقى فيه محاضرات، بيبقى فيه أكل شرقي، بيبقى فيه معرض للكتب. وأيضا الحلقة نمرة 16 كانت نفس الموضوع في الكنيسة القبطية كنيسة ماري مرقس في وينيبيك مانيتوبا كندا، برضو بيعملوا نفس النظام. وعملنا عنهم حلقة كاملة تحت عنوان الحضارة القبطية في وينيبيك. في عشرات إن لم يكن مئات من الكنائس القبطية في أنحاء العالم بتقوم بالاحتفال بعيد دخول المسيح مصر، وتعمل أوبن هاوس يوم السبت والحد، و الحلقة بتاعت وينيبيك تكلموا مع لوجوس تي في كنديين ما انضموش لكيس القبطية بس بيحبوا يجوا الاحتفال السنوي ويحضروا ويسمعوا محاضرات جديدة، بيجيبوا متخصصين خبراء في الحضارة القبطية في التاريخ القبطي في الفن القبطي، كل سنة بينوعوا و يعملوا 4-5 محاضرات يوم السبت والحد، بحيث جمهور بعد جمهور يخش يحضر المحاضرة، يبقى في فيلم عن الكنيسة، يبقى في مسرحيات. وبالطريقة دي بتلاقي الشعب جميع الجنريشنز 3-4 أجيال بتتعاون في نجاح هذا اليوم. فالمسرحيات مثلا في واحد في سن يوسف النجار، واحدة في سن العذراء، واحد في سن يوحنا المعمدان المسيح له المجد. فالأجيال بتتشارك وتتعاون في إنتاج هذا اليوم، وتنهم طول السنة يحكوا عنه. وترابط الأسرة الكنسية أو الشعب كله ينطبق عليه: وجعلنا له شعبا مجتمعا، كلنا كارزين مع بعض. زي ما أرسلهم 2-2 بيرسلهم 10-10 أو 100-100 اللي هم شعب الكنيسة كله. فدي خبرة جميلة اللي الكنيسة اللي لسه ما جربتش هذا الموضوع وتحب تاخد بعض الأفكار يتفرجوا على حلقة الحضارة القبطية نمرة 6 ونمرة 16 على يوتيوب أو على موقع logoschannel.com. ما هي نصيحة ضيافتكم لكنائس إبرشياتكم وكنائس العالم بخصوص برنامج سنوي يعني بنوع من التفاصيل لجذب غير الأقباط، أو على الأقل لتعرفهم الكنيسة دي اللي بيشوفوها من بره حيطان وكده وما يعرفش الناس جواها بتعمل ايه بالظبط، بتعبد ازاي؟ ف إيه اللي تشوفه نيافتك كنصيحة وتقدمه كنصيحة
لشعوب أو المسؤولين في هذه الكنائس؟ هو الحقيقة يعني أنا نفسي الفكرة اللي بدأتها كندا السنة دي وأخذت فيها المبادرة، أتمنى أن كل الكنائس القبطية في العالم كله يبتدوا يتبنوا فكرة الكوبتيك هيريتج ويك، والحقيقة لو كل كنيسة ابتدت تستعد له من النهاردة، يعني من النهاردة، ويعملوا زي كوميتي من الناس اللي هم يعني انترستد، وبرضو ربنا باركهم بأفكار خلاقة وعندهم إبداع، إزاي نقدر التراث القبط بتاعنا ده نعرضه في أحسن صورة لإخواتنا اللي هم ما يعرفوش عن الكنيسة القبطية. يعني كنيستنا في المعمار القبطي، في الفن القبطي، في الألحان القبطية، في لغتها القبطية، في الكالندر القبطي، في اللاهوت القبطي، في الروحانية القبطية، في آباء الكنيسة الكبار، في مدرسة الإسكندرية، في الرهبنة القبطية، يعني مجالات متعددة جدا 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 كانت ولا تزال تقدم بغنى. وإزاي نقدر نقدم كل التراث ده؟ هو صعب أن يتقدم، ده محتاجين سنين وسنين عشان نقدمه. فكل عام الكنيسة مثلا بتركز، السنة دي هنركز على الفن القبطي والأيقونة القبطية بجمال الأيقونة القبطية. يعني مثلا حضرتك الأيقونة بتاعت دخول السيد المسيح والرموز اللي فيها والملاك والعذراء والأهرام والنيل من وراء والنخل، إيه معنى كل الكلام ده؟ غير كده برضو في الفن نفسه، إيه معنى العينين الواسعة؟ هل بتتعمل 2 دايمنشن ولا 3 دايمنشن؟ يعني كل الكلام ده بيعرف الناس على الثراء الموجود في الكنيسة القبطية. أيضا مثلا المعمار القبطي، وال يعني مش هقول للأسف يعني، بس احنا بنبقى بنضطر علشان بنشتري كنائس جاهزة وكده، فما تكونش كنيسة مبنية على المعمار القبطي السليم، لكن العمارة القبطية وتتشرح للناس والناس يعرفوا الرموز الجميلة اللي موجودة في المعمار القبطي. الحنة بجمالها والغنى بتاعها، يعني وفعلا كيف ان اللحن يتناغم مع الكلمات ويتناغم أيضا مع المناسبة. زي ما كنت يعني مرة بتكلم قريب، قلت الفرق ما بين الجمعة العظيمة وليلة العيد يعني حاجة بتاعت مثلا أقل من 40 ساعة، يمكن 30 ساعة مثلا، ولكن تخش الكنيسة يوم الجمعة العظيمة يبقى مشاعرك بطريقة معينة، هذه المشاعر تختلف تماما في ليلة العيد. طب ايه اللي غير الطقس والألحان بجمالها هي اللي نقلت النقلة دي. وزي مثلا في ليلة أبو غلامسيس الكنيسة بتعمل نقلة تدريجيا، ما هو مش بعد بقى أسبوع الألام بألحانه الألحان البصخة اللي هي العميقة تروح تنقلني للألحان فرايحي كده نقلة جامدة، فتاخدني في ليلة أبو غلامسيس وتخليني نقول اللحن النص باللحن البصخة ونص باللحن السنوي. الجمال الرائع في طقس كنيستنا وفي ألحانها وفي الموسيقى وفي التراث القبطي، الرهبانة القبطية وأباء الرهبة يعني يوحنا كاسيان، فلاديوس، غيرهم جم من أوروبا عشان يتتلمذوا إلى آباء الرهبنة، أرسانيوس وماكسيموس ودوماديوس جم يترهبنوا عشان يتعلموا من الرهبنة القبطية.
يعني عندنا غنى غنى، مش عايزين الغنى ده يعني نغطي عليه وإلا ده يبقى خطيئة. المفروض الغنى ده نعلنه للعالم كله، عشان زي ما احنا شبعنا واتمتعنا بالغنى ده العالم كله يشبع ويتمتع بالغنى دي. فأنا تاني ياريت كل كنيسة، كل إبرشية تعمل لجنة كوميتي للاهتمام بالكابتك هيريتج ويك والجلوبال كابتك داي، ويبتدوا من النهاردة يحضروا للسنة الجاية، ويبتدوا يركزوا على مجال ويخرجوه للعالم بطريقة جميلة، عن طريق فيديوز، عن طريق محاضرات، عن طريق بريزنتيشنز، عن طريق أولاد يعملوا تمثيليات، عن طريق ماكت حاجات كتيرة. وزي ما بقول كل ما يكون في ناس عندهم روح الإبداع و they are creative هيبقى بقى فيه تنوع. أنا مش عايز أحط كده زي يعني إيه استنبا كل كنيسة تعملها، لا، عايز يبقى فيه ثراء. تخيل مثلا كل كنايسنا استراليا وأوروبا ومصر وأمريكا وأمريكا الجنوبية وكل كنيسة وأفريقيا، كل كنيسة لما بتطلع فكرة جميلة كل ده بقى هنيجي بقى في يوم جلوبال كابتك دي نلاقي عندنا مائدة متنوعة من درر الكنيسة القبطية الثمينة والغالية جدا جدا جدا. نعم يا سيدنا، يعني حاجة فعلا مشبعة. عندنا كنوز زي ما تقول نيافتك، وإحنا أول المستفيدين من الجلوبال كوبتك داي. أنا شخصيا بقالي مثلا أسبوعين بفكر في الجلوبال كوبتك داي، براجع فيسبوك، بتكلم مع الآخرين. أنا نفسي اكتشفت حاجات كانت فايتاني، معاني جات لي طاقة ما كانتش موجودة لو ما كانش اليوم القبط العالمي موجود. في طاقة جديدة خلقت في داخلي من اعتبار أن في اليوم القبط العالمي. بهذه الطاقة أقدر أن أنا أتفاعل مع الآخرين سواء أقباط أو غير أقباط، وأنا أول المستفيدين وأولادنا أول المستفيدين. بمعنى أنا يهمني أولاد الجيل الثاني، وكل أسرة يهمها أولادها، والأسر بتفاجأ بأولادهم كبروا و ما غوطوش جوه التراث القبطي غير نص سنتي أو خمسة سنتي عشرة سنتي، إنما التراث القبطي ممكن نغرف منه إلى الأبد، ممكن نغرف طول العمر من التراث القبطي وما يخلص. وفي نفس الوقت مسؤولية علينا إن احنا نحافظ عليه، فأقل مجهود للمحافظة عليه إن أنا أشربه، إن أنا نفسي أغرف وأكل وأشرب وأشربه لأولادي من الطفولة إلى نهاية العمر، وأعرف جيراني بيه، وأعرف رئيس الولايات المتحدة بيه، وأعرف الإذاعات والميديا بيه. وزي ما بيقول الكتاب إن الرب يسوع المسيح لما قال ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. يعني في ناس مكترثة عن علامات نهاية العالم، إذا كنا مسؤوليتنا يعني لو عايزين المسيح يجي فعلا لازم نكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. سامحني إذا كان التفسير ده يعني في نوع من المبالغة أو الخروج عن النمط يعني، بس في علاقة. بيقول متى رأيتم هذا كله؟ المسيح له المجد، فعلموا أنه قريب على الأبواب.
فما اعرفش نيافتك تقول ايه اليوم القبط العالمي مع كل نجاح فيه المسيح هيكون قرب وقرب على الابواب، ما رايك؟ هو قديس بولس الرسول قال كده، قال خلصنا الان اقرب مما كان حين امنا. والكنيسه الاولى كانت بتعتبر الرب قريب، لاني هبص لها من ناحيتين. الناحيه الاولى اني انا النهارده اقرب لمجيء المسيح الثاني من امبارح، والسنه دي احنا اقرب لمجيء المسيح الثاني من السنه اللي فاتت، وهكذا. عشان كده بولس الرسول قال خلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا، لان كل يوم احنا بنعدي احنا بنقرب لمجيء المسيح الثاني. سواء بقى مجيء المسيح الثاني فضل عليه 1,000,000 سنه ولا 1,000 سنه ولا 100 سنه، لكن كل يوم بنقرب. الحاجه الثانيه برضو لو هطبقها على عمر الانسان، انا كل يوم بقرب لخروجي من هذا العالم علشان افرح مع سيد المسيح في الابديه. فلينا دور لحضرتك قلته، نحن نشهد، قال اذهبوا واكرزوا بالانجيل للعالم اجمع، ما قالش خلوا الانجيل مقفول عليه في مكاتبكم، وقال وتكونون شهودا لي الى اقصى الارض، الى اقصى الارض. ربنا يعني هندي حساب عن هذه الشهادة اللي ربنا أمرنا بيها في اليوم الأخير. يعني اليوم القبط العالمي بلا شك هو فرصة جميلة جدا جدا لنشهد. يعني طب إيه الهدف؟ يمكن حد يسأل يقول طب إيه الهدف إن احنا بننشر التراث القبطي؟ الهدف ما يقول ما هو الهدف ناس تعرف المسيح، لكن من خلال رؤية عمل الله في كنيسة أو في شعب أو في دولة، ده بيبقى زي نموذج لعمل الله مع العالم كله. نحن يعني مثلا بنقعد نقرأ العهد القديم ونقرأ بني إسرائيل وربنا عمل معهم إيه، وربنا ما بناخد ده وبنسبح بيه وبنعيشه وبنعتبر يعني مثلا خلاص بني إسرائيل من أرض مصر، ده خلصنا إحنا من عبودية الشيطان. رحلتهم في برية سينا بترمز إلى رحلتنا في برية العالم. دخولهم أرض الموعد يرمز إلى دخولنا إلى أورشليم السماوية. فاللي أنا عايز أقوله، عمل الله مع كل شعب، ده بيدي زي نموذج كيف يعمل الله مع كل الشعوب في العالم. فهي مش فكرة إن إحنا عنصرية ولا فكرة إن إحنا بنميز الكنيسة القبطية، لكن لا، احنا بنحط ادي مثال. زي مثلا يجي جراح ويعرض كده عملية جراحية ازاي اتعملت ونجحت العملية، والشخص ده قبل العملية كان كده وبعد العملية كان كده. فاحنا هنا بنعرض عمل الروح القدس في الكنيسة القبطية، هذه البلد التي كانت تعبد الاوثان ولا تعرف الله، بلد اممية، ولكن بدخول السيد المسيح ارتجفت أوثان مصر وسقطت أوثان مصر وصارت مصر للمسيح. فبنقول أدي عمل الروح القدس. فكما عمل الله في مصر سيعمل في أي شعب وفي أي دولة وفي أي منطقة، لأن الله هو أمس واليوم إلى الأبد. والله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون. فاحنا بنقول، لان حتى في الجو اللي الكرازة فيه صعبة او غير قانونية، انما يعني حتى في المجتمع الامريكي الكرازة ربما تكون صعبة جدا، ان كنيسة في حي معين تطلع ناس يبشروا في الشارع، ناس في الشارع مفيش حد هيقف يسمع لهم. إنما لما يعملوا open house، وأنا حضرت بعض الكنائس هنا، حضرت كنيسة في لوس أنجلوس عاملين احتفال سنوي وبيجي ناس وبيعملوا معرض للكتب، وعاملين
تيمز تستقبل الضيوف، وكل مثلا 10 ضيوف يتجمعوا ياخدوهم يلفوا الكنيسة ويروحوا الإيقونات. ففي كنائس كتير بتعمل، أنا بس بقول إن إحنا في البرنامج عملنا مرتين، إنما أنا بودي نعمل أكتر وأكتر بإذن الله. سيدنا في نقطة مهمة جدا، إبرشية نيافتكم مشهورة بوضع دروس مدارس العهد. يعني أنا من 20 سنة رحت وداونلودد 300 صفحة دروس مدارس الأحد لكل سنة دراسية من كيندر جاردن لغاية الثانوية العامة. ربنا يتمجد في هذا العمل على الموقع الإبرشية اللي هو suscopts.org. فهل وضعتم جلوبال كوبتك دي في فصول مدارس الأحد؟ وإن لم يكن إلى الآن، فأنا بأقترح على نيافتكم دراسة هذا الموضوع، إن يبقى في الـ 12 سنة دراسية وحتى في اجتماعات الشباب والجامعات يبقى في محاضرة كاملة على الأقل مرة في السنة، إن ما كانش 3 أو 4 مرات في السنة، عن جلوبال كوبتك دي واللي احنا قلناه دلوقتي استفدنا من نيافتك بيه. ان شاء الله حتى يعملوا في الكنيسة بعد يوم بعد القداس يذيعوا الحلقة دي في شهر في أوائل مايو، أو واحد يقف يتكلم ويشرح ويدعو الناس للمشاركة. بس أنا يهمني مدارس الأحد لكذا سبب، مش كل الأهالي عندهم الفرصة يعلموا أولادهم عن جلوب الكوبتك ده، وحتى لو علموهم زي ما بيقولوا إيد واحدة لوحدها ما تسقفش، أما الأسرة تمد إيد ومدارس الأحد تمد إيد تسقف، يعني يحصل فيه ثمرة. فأنا بقترح على نيافتكم، معلش سامحني أنا في هذا الاقتراح يمكن ما يكونش تمام قوي، إن فصول مدارس الأحد توضع في المنهج يقولوا إيه يومين ثلاثة، حتى كوبتك هيريتج داي بتاع كندا لازم، ما هو جزء منه يبقى مدارس الأحد ده تمهيدا للأسبوع أو اليوم العالمي، أو وأيضا داخل اليوم العالمي. يعني هنعمل أوبن هاوس للضيوف، إنما نعمل تدريب لأولادنا حتى يقدروا يعرفوا يمارسوا وينهضوا بالجلوبال كوبتك إزاي. ما رأي نيافتكم في دروس مدارس الأحد خاصة بهذا الموضوع؟ أنا بشكر حضرتك من كل قلبي على هذا الاقتراح القيم جدا جدا، وإني لابد يعني كل مناهج مدارس الأحد سواء عندنا في الإبرشية أو خارج الإبرشية تتبنى هذا الاقتراح وفعلا يتحط على الأقل درس، إن لم يكن أكثر من درس. لو إحنا خدنا الثلاث مناسبات اللي المجمع المقدس قال لنا عليهم، ويبقى في شهر فبراير في درس على الشهادة للمسيح من خلال شهداء ليبيا، ونتكلم على مصر ونتكلم على جلوبال كابتك دي، ويجي درس تاني على ما معنى دخول السيد المسيح أرض مصر على 1 يونيو ونتكلم على جلوبال كابتك دي، وفي نوفمبر ما معنى هذه المعجزة الفريدة نقل جبل المقطم، ونتكلم برضو على الجلوبال كابتك دي. وبالطريقة دي يبقى توصيه المجمع المقدس احنا بنفعلها وتتقدم زي ما حضرتك قلت في ال 12 سنة كل مرحلة تتقدم بما يناسب الطفل او الشاب او الفتى في سنه. يعني ايه اللي اقدر اقدمه لواحد في اولى ابتدائي؟ اللي اقدر اقدمه في واحد في سنة سبعة؟ اللي اقدر اقدمه واحد في مثلا 11th grade إلى آخره؟ لأن الولاد بيتفاوتوا في فهمهم طبعا حسب الإيج يعني، وبرضو إشراك ولادنا من كل الأعمار، من مش بس الشباب، من الأطفال والفتيان والشباب في ال Coptic Heritage Week، ويبقى ليهم دور وتتعمل ممكن مثلا تيشيرتات خاصة بيهم باللون مثلا اللي احنا قلنا عليه،
إلى آخره يعني. فالولد هيحس بالانتماء، يحس أنه بيخدم كنيسته، يحس بالفخر بكنيسته، يحس أنه بيكرز بمسيحه وبيعلم العالم كله على عمل الروح القدس في الكنيسة القبطية، لتكون نموذج لعمل الروح القدس أيضا في الأمريكا وفي أفريقيا وأسيا وأوروبا وفي كل العالم، من أقصى من أقاصي المسكونة إلى أقصى. فيعني أنا بشكر حضرتك، وإحنا في الإبرشية بنعمة ربنا يعني أنا هتفاهم مع اللجنة المختصة بوضع مدارس الأحد علشان نرتب دروس تناسب المراحل العمرية بتاعت الأطفال ويبقى ده included في منهج مدارس الأحد. شاكر نيافتك على قبول هذا الاقتراح. بودي أنا أستأذن من نيافتك لو الكنائس تحب مساعدة في توضيب إيه هو الكوبتيك هيريتج. أنا أؤيد جدا 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 هذا الكتاب، معلش يمكن الزوم مش مبينه كويس، اسمه كوبتيك كريستيان هيريتج، موجود على amazon.com History, Faith and Culture edited by Mother Lois Farag باللغة الإنجليزية، وفي حوالي 15 chapter في جميع أنواع الكوبتيك هيريتج، من ثيولوجي لفن لتاريخ لتأريخ لموسيقى القداس باللغة الإنجليزية، حاجة محترمة جدا من ناحية الأكاديمية، وأيضا ممتع في القراءة، يعني مش أكاديمي جاف إنما ممتع في القراءة. والعبد لله كتب في الشابتر نمرة 6 اللي هو تاريخ الكنيسة القبطية والأقباط في 60 سنة الماضية، وأيضا كتاب في نفس التقسيمات وبالإضافة أكتر، وهو Coptic Civilization. الإديتور بتاع الكتاب الدكتور جودة جبرة برضو باللغة الإنجليزية، والإيقونات جميلة جدا عن الكوبتيك هيريتج في المجالات اللي أنا ذكرتها. عاوز أقول بس على سبيل النموذج للعظمة القبطية، في صفحة هنا عن مانسكريبت مخطوطة في مكتبة الفاتيكان معمولة في مصر باللغة القبطية سنة 1200 ميلادية، إيقونة بديعة الألوان موجودة في الكتاب للملاك رئيس الملائكة ميخائيل بيملي إنجيل مرقس للقديس مرقس. القديس مرقس قاعد يكتب والملاك ميخائيل واقف له يمليها له. ألوان بديعة بعد 800 سنة تنطق الألوان بعد 800 إيه التكنولوجيا اللي أباط من 800 سنة مع كل الاضطهاد المرعب تحت الفاطميين واللي قبلهم واللي بعدهم، يبقى فيه كيمياء وتكنولوجيا وكتابة. أقدم ثلاث نسخ الكتاب المقدس بأكمله من التكوين للرؤية باللغة اليونانية اتعملوا في مصر، النسخة السينائية في ترس، النسخة الإسكندرية والنسخة الفاتيكانية، أقدم ثلاث نسخ. معظم الكتب، مش المعظم، 99% من الكتب في أي متحف عالمي من القرون الأولى المسيحية صنعت في مصر باللغة اليونانية والقبطية، يعني ما كانش فيه ثقافة خارج مصر. حتى اليونان اللي بيحكوا عنها أرسطوطل وبليتو والحاجات دي ما أصدروش كتب موجودة في المتاحف النهاردة. اللي موجود في متاحف العالم نسخ مصنوعة في مصر. سامحني يا سيدنا، في أنا يعني قلت المعلومات دي تحمس ويعني وتبين عظمة التراث القبطي اللي احنا مقصرين، وإن شاء الله الجلوبال كوبتيك داي أحد العوامل التي تبقي الشعلة القبطية ملتهبة بالنار، نار الروح القدس العامل في الكنيسة طول العمر.
أنا بس I get carried away مع التراث القبطي، وهذا هو برنامج الحضارة القبطية. نرجو من يافتكم تدينا كلمة ختامية جميلة كالمعتاد. يعني الشكر أولا وأخيرا لربنا يسوع المسيح والعذراء القديسة مريم والقديس الطباوي يوسف النجار، لأن هم تنازلوا وتواضعوا ودخلوا أرضنا المحبوبة مصر لمباركتها، وقعدوا فيها 3 سنين ونص، وعملوا فيها معجزات كتيرة وتركوا بركة لا نزال لغاية النهاردة، وهتفضل هذه البركة إلى مجيء المسيح الثاني موجودة، وبنشبع منها وبننهل من هذه البركة. ومن بعض الملاحظات اللي بيقولوها بعض يعني السكولرز، إن سيد المسيح لما جه مصر كان لسه طفل بيتعلم الكلام، وزي مثلا لما بيجي ولد مثلا من مصر وهو لسه طفل صغير وبيجي أمريكا، غالبا أول كلام هينطقه هيبقى بتاع الأسرة بتاعته زائد البلد اللي موجود فيها، فبينطق مثلا أول كلام بيبقى كلام العربي بتاع الأسرة بتاعته، هينطق كلام إنجليزي اللي موجود في أمريكا. فكتير بيقولوا إن سيد المسيح وهو طفل بيكبر كده غالبا تكلم اللغة القبطية، لأنه كان موجود في أرض مصر، ولو هو مثلا جه سنه 2 سنين أو أقل من 2 سنين ومش من هنا 5 سنين، فكان بيتكلم، فأكيد يعني هو الله طبعا، لكن كان ينمو قليلا قليلا بشبه البشر وحده، فأكيد كان بيتكلم كلام قبطي. فيعني حتى لغتنا القبطية تباركت إن سيد المسيح الله المتجسد يعني نطق وتكلم بها يعني. فأرجع تاني بقول أنا بنشكر ربنا أولا وأخيرا على تواضعه العظيم إنه دخل أرض مصر عشان يباركها. ربنا ادانا البركة، إحنا بقى دورنا ناخد البركة دي ونشبع ونتمتع بيها ونعلنها للعالم كله، عشان يتبارك العالم كله أيضا في بركة الكنيسة القبطية وفي بركة أرض مصر التي تباركت بدخول السيد المسيح. بشكر حضرتك من كل قلبي على هذا اللقاء الممتع، كل سنة وحضرتك وقناة لوجوس وكل العاملين فيها بخير وبركة وسلام، بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر وبمناسبة اليوم القبطي العالمي. سيدنا أنا speechless، مش لاقي كلمات تكفي لشكر نيافتكم على هذه الفرصة الذهبية وكرمكم وتواضعكم والنعمة اللي بتنالها عن طريقكم. ربنا يعوضك ويعوض نيافتكم بكل خير ونجاح في رسالتكم ونجاح في يوم القبط العالمي اللي نيافتكم أسسته، وكل الأفكار المتراكمة من بعدها مثل كوبتك هيريتج ويك، كوبتك هيستوري مانس، كل الأفكار الجميلة اللي تأتي مع الزمن. نحن مديونين لنيافتكم أنه من وقت لآخر بتدينا شرف وبركة وعلم، العلم الروحي الإنساني، بقبولكم الدعوة للظهور على برنامج الحضارة القبطية. ربنا يكافئكم ونشوف نيافتك دائما في هذه المناسبات لنتمتع. شكرا دكتور سعد. تعيش يا سيد. المشاهد العزيز، نشكركم على أنكم قعدتوا معانا هذه الفترة الجميلة، تمتعنا مع بعض بحديث نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة عن اليوم القبطي العالمي و
أنتم مدعوين للمشاركة في على فيسبوك، اكتب هاشتاج Global Coptic Day، وأيضا بالعربية هاشتاج اليوم القبطي العالمي. ستجدوا معلومات كثيرة على الإنترنت. تجهزوا نفسكم للسنة القادمة ببرنامج للكرازة بالإنجيل، ومن خلال اليوم القبطي العالمي يعرف العالم عمل الروح القدس في الكنيسة القبطية وفي الأقباط على مدى 2000 سنة، حتى أنهم يشهدون للرب يسوع المسيح حتى الدم، وأننا كنيسة واحدة مقدسة جامعة صلية، كلنا شركاء في هذا التراث الغني السخي ليتمجد اسم الله. يعاد هذه الحلقة بكرة الأربعاء الساعة 2 صباحا و12 ظهرا بتوقيت لوس أنجلوس، وأيضا يوم الأحد 12 ظهرا بتوقيت لوس أنجلوس، يعني 9 مساء بتوقيت القاهرة. اذكرونا في صلاتكم، أنا أخوكم سعد ميخائيل سعد.